مساء الخير. نواصل النقاش حول أوضاع الجامعات المصرية، الجامعة المصرية، ضغوط المجتمع، الجامعة في المجتمع، الجامعة والمجتمع. والجزء الثاني من نقاشنا بعد استماعنا لوجهات نظر ممثلي الجسد الطلابي مع أعضاء هيئة التدريس، أعضاء هيئات تدريس مختلفة على امتداد الجامعات المصرية. أرحب بضيوفي وأبدأ بالدكتور حسن عماد مكاوي، عميد إعلام كلية إعلام جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. وأرحب أيضا بالأستاذ الدكتور خالد سمير، أستاذ بكلية الطب ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. وأرحب أيضا بالدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ علم الأديان بجامعة القاهرة ومدير مركز الترجمة. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور محمد. أبدأ مع حضرتك. أوضاع الجامعة، جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى، جامعات حكومية وجامعات خاصة، كيف تراها الآن؟ أراها في إطار أزمة مجتمع يعيش حالة تحول. حالة التحول ديت هي الحالة التوصيف الرئيسي فيها أنها حالة عدمية، حالة تشظي، تشرزم، حالة انسداد قنوات الحوار، حالة عدم استماع الكل للكل. الكل يتحدث ولا أحد يسمع، وعندما يسمع أحد فلا يفهم. كل هي حالة الحرب، الجميع ضد الجميع، حالة علي وعلى أعدائي. حالة العقلية العربية اللي بيحكمها آليتان رئيسيتان، القبيلة والغنيمة. القبيلة ما بقتش دلوقتي قبيلة الدم، بقت قبيلة الحزب، الطيار، الجماعة. والغنيمة ان كل فصيل عايز ياخد اكبر جزء من التورته من مصر. وكيف ينعكس هذا على الجامعة؟ بينعكس على الجامعة لان الجامعة المفروض كان ينبغي ان تكون بمعزل عن هذا، لان هي العقل، هي الساحة اللي بتفكر فيها النخبة، هي الحرم الجامعي. كلمة حرم يعني المباح في الشارع، حتى وإن كان مشروع هو غير مشروع في الجامعة، لأن الجامعة في مستوى أرقى وأعلى. فللأسف الجامعة زي القضاء، زي التعليم، زي الصحة، زي كل حاجة في مصر بتعكس حالة الشارع المصري اللي فيه غلبة ثقافة التناحر على الجميع، ثقافة الإقصاء، ثقافة العنف. عندما يعجز الجميع عن إقامة حوار، عندما يعجز الجميع عن إقامة ائتلاف وطني، عندما يعجز النظام عن إدارة التنوع الموجود في المجتمع، خلاص بيبقى اللغة هي لغة اللجوء للعنف، والعنف يولد العنف. وبالتالي تعجز الجامعة عن إدارة الحوار بين الطلاب والإدارات، أم بين الطلاب وبعضهم البعض، أو بين الإدارات الجامعية. العجز، لو أسأل حضرتك عن توصيف لهذا العجز، حضرتك تعتبر العجز امتداد للعجز المجتمعي بالزبط. داخل الجامعة هو عجز بين في إدارة حوار بين الطلاب والإدارات الجامعية، ولا بين الإدارات الجامعية والوزارة المسؤولة، على أي مستوى؟ هو في الحقيقة هو الحوار في نوع من التفاوت النسبي بين الجامعات المصرية. يعني مثلا حالة جامعة عين شمس هي بتتجسد فيها الأزمة بكل أبعادها. حالة جامعة المنصورة بتتجسد فيها الأزمة بكل أبعادها. الجامعات الأخرى بتتفاوت في هذه النسبة لكنها شريكة في هذا الإطار. ففي أزمة حوار رغم كمية مساحة الحرية التي تم إعطائها للطلاب في اللائحة الجديدة. اللائحة الطلابية الجديدة هي لائحة بتدي الطلاب الحرية الكاملة لإدارة شأنهم وتهميش أعضاء التدريس وتهميش الإدارة الجامعية. يعني حجم حرية ضخم، ومع هذا في أزمة حوار كنوع من الامتداد، أن لحد دلوقتي الشباب مش قادر يجد القنوات المشروعة للتعبير عن طاقته وعن غضبه. نعم دكتور خالد، وحضرتك أستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، هل هذا التوصيف، غياب الحوار بين الإدارة الجامعية وبين الجسد الطلابي، هو المتسبب أو هو العامل الرئيسي وراء أحداث العنف التي شهدتها جامعة عين شمس، ولا هناك أمور أخرى؟ طبعا لا، مشكلة الجامعة أعمق من كده بكتير. اللي بيحصل العنف داخل الجامعة، وما بقولوش ما بسميهوش العنف الطلابي، لأن في طبعا ناس ما هماش طلاب مشاركين في هذا العنف، أو كان الطلاب بيأكدوا على هذا الأمر. يعني ما أقدرش أقول إنه هو عنف طلابي، بس أنا مش إنه عنف طلابي، أنا قلت حالة عنف في المجتمع ككل. مشكلة الجامعة طبعا مشكلة مزمنة موجودة في كل الجامعات، أعراضها تظهر في 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 صور مختلفة من جامعة إلى أخرى وفي أوقات مختلفة. الجامعة لا، يعني صاحب الجامعة لا يعرف أن الجامعة ملكه، وهو الشعب. الجامعات العامة ملك للشعب. طبعا مشكلة الجامعات الخاصة ده مشكلة كبيرة جدا جدا،
لا سيطرة عليها ولا نعرف مستوى الخريجين ولا صحيح. النقابات وفي مشاكل كبيرة جدا جدا، بدل ما نحلها بنطلع قرارات لزيادة الجامعات الخاصة. الجامعات العامة الشعب لازم يعرف ان هو مالك هذه الجامعة، بيرسل اولاده، يؤتمن اعضاء هيئة التدريس على هؤلاء علميا ويعني امنيا وارشادا وحماية لهم في سن خطر. طبعا الدستور لم ينجح في فك المنافسة اللي موجودة أو الشقاق اللي موجود بين الحكومة والجامعات. دستور يقول الجامعات مستقلة، ثم نجد الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي يحاول السيطرة على الجامعات، يضع اللائحة للطلاب ويحاول كتاب التقارير، يعني يجبر أعضاء التدريس لكتاب التقارير له. ويعني عارف حضرتك جزء من أن احنا في مراحل مختلفة من انحلال الدولة، احنا في مرحلة عدم توافق على الدستور نفسه. القوانين طبعا احترام القانون غير موجود تماما، احترام احكام القضاء اللي هو بعد احترام القانون عنده مشاكل، ووصلنا لمرحله الدستور التفسير غير موجود. نرجع تاني للجامعه. المشاكل المزمنه في الجامعات المصريه، ونتحدث عن الجامعات الحكوميه، نتحدث عن حكومه سلطه تنفيذيه تتدخل، نتحدث عن شعب هذه الجامعات هي ملكيه عامه للشعب لا يتعامل معها بما يليق بها، نتحدث عن مشاكل في الخدمات لها ابعاد ماليه وتنظيميه، وعن اي امور اخرى. انا عايز الخص مشاكل الجامعات في الاتي. التمويل واحد. يعني الشعب اللي هو احنا الدوله هي يعني مجموعه من الناس على ارض بيتفقوا على نظام لاداره امورهم. فاحنا لما نقول ان الجامعات دي تابعه للدوله او الدوله هي المسؤوله عن تمويل الجامعات، فاحنا برضو المسؤولين كشعب اللي من الضرائب والرسوم والى اخره. لا يوجد تمويل حقيقي للجامعات. اذا واحد، غياب التمويل الحقيقي. غياب التمويل الحقيقي ده ادى بينا الى مشاكل الطلاب. نمره واحد الاعداد. جامعه عين شمس عدد الطلبه فيها من اكبر جامعات العالم من حيث اعداد الطلاب، حوالي ربع مليون طالب. يعني كيف يمكن السيطرة على هذا العدد؟ كيف يمكن أن يكون هناك دفعات فيها أكثر من 5000 و7000 طالب ولا توجد حتى مدرجات تسعة ولا طلبة؟ البنية التحتية غير قابلة لاستيعاب هذا العدد. ولا يمكن أن المحاضرة قاعد فيها 10000 بيبص الواحد. يعني ده شيء هزلي يعني. شؤون الطلاب بتأتي بعد كده. يعني المفروض الجامعة دي معمولة لإمداد المجتمع بالتخصصات المختلفة علما وتدريبا حسب احتياجات سوق العمل. لا يوجد ارتباط نهائي في مصر بين احتياجات سوق العمل وبين الجامعة. ربع مليون طالب في كليات التجارة وحدها، ولا يوجد أي احتياج لخريج التجارة في سوق العمل. طب وبالتالي التمريض، العنف وغياب الحوار، كل هذا انعكاس لهذه المشكلات المزمنة يعني في العمل بعد التخرج. دكتور، ده طبعا سبب من أسباب الأحوال. دكتور حسن، وحضرتك عميد لكلية إعلام جامعة القاهرة، هل حضرتك بتتفق مع وصف الدكتور خالد ايضا ومع الملاحظات التي تفضل بها الدكتور محمد عن غياب الحوار وتفصيلات متعلقه بحاله العنف داخل الجامعه؟ هل المشكلات المزمنه هي في التمويل، هي في اهمال او عدم القدره على الوفاء باحتياجات الطلاب، هي في الانفصال بين الجامعه مخرجات الجامعه وبين سوق العمل، هي في محاوله السلطه التنفيذيه التغول على الجامعه والافتاءات على الجامعات واستقلالها، ام اين ترى المشكله؟ يعني انا بتفق طبعا مع الاساتذه مبدئيا، لكن انا شايف ان الشباب عملوا ثوره، وثوره كبيره جدا مر عليها سنتين. الشباب لم يشعروا ان اهداف هذه الثوره تحققت في كثير او قليل. شباب الجامعات كانوا هم طلعت هذه الثوره، وهم اللي مهدوا ليها عن طريق الاعلام الجديد والفيسبوك وتويتر وغيره، وهم اللي تبنوا الافكار الحريه والعيش والكرامه الانسانيه والعداله الاجتماعيه بشكل واضح، وانضم اليهم الشعب. مر وقت كبير ما فيش اي تغيير يعطي امل، وبالتالي الشباب حصل له توتر، وبعدين التوتر زاد بقى فيه احباط، حاله احباط شديده جدا. منظومه التعليم منظومه سيئه وسلبيه، تعتمد على الحفظ والتلقين ولا تعتمد على حل المشكلات ولا تعتمد على الحوار والتفاهم والتلاقي بين الطالب وبين الاستاذ. زي ما تفضل الدكتور خالد، اعداد كبيره جدا. على سبيل المثال كلية الإعلام بتطلب كل سنة 300 طالب، وهي الساعة التي تتحملها الكلية بمبانيها ومنشأتها ومعاملها واستديوهاتها وأعضاء هي تدرسها. أما يجي لنا 1200 طالب وإحنا طالبين 300، كيف نتعامل معهم؟ يعني أما يجي لي 500 هطلعهم 50% كويسين، إنما يجي لي 1200 هطلعهم زي كويسين.
فيعني هناك مشكلة في ثقافة الزحام، قلة الموارد والإمكانات، افتقاد الحوار بسبب الأعداد الكبيرة جدا. نعم. الحقيقة كل دي لها تأثيرات كبيرة على حالة العنف وفقدان الأمل اللي بيشعرها الشباب. والشباب حضرتك يعني تعلم كزميل في الجامعة قد إيه هم عندهم أمل وعندهم طموح طبعا. وعندهم حساسية طبعا. شديدة. طب البعض يا دكتور بيرى إن الحل السحري، وهذا البعض متعاطف مع الثورة ومع أهداف الثورة ومع الشباب الذي لا نريد له أي إحباط بكل تأكيد. البعض بيرى أن الحل السحري هو في انتخاب الإدارات الجامعية، والنقاش المصري بشأن انتخاب الإدارات الجامعية كان وما زال على الأقل هكذا أرى يعني به الكثير من الالتباس. إيه رأي حضرتك في مسألة انتخاب الإدارات الجامعية؟ هل, 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 هل هذا هو الحل السحري؟ يعني دعنا نتفق أن الانتخابات ليس دائما تفرز الأفضل، يعني نظم الانتخابات والتربيطات وهذه مثل هذه المسائل، ولكن بالتأكيد نظم الانتخابات أفضل مما كان سائدا في الوقت السابق. التعيين بيتم التعيين بتدخل من السلطة التنفيذية بشكل أو بآخر. فنظام الانتخاب بالتأكيد هو أفضل، وبيجعل فيه تقارب بين أعضاء تدريس بعضهم وبعض، وبيحاولوا يعلو من مصالح أعضاء التدريس ومصالح الطلاب أكثر من مصالح السلطة. ما يبقاش الأستاذ خاضع للسلطة، بيحاول أن هو يهتم أكثر بالبحث العلمي، بتلبية مطالب زملائه وطلابه بشكل أكبر. أتصور أن يعني الانتخابات وضعها أفضل كثيرا، لكن يعني دعني حضرتك يعني أتطرق إلى المشكلة الأساسية في الجامعات. المشكلة الأساسية في الجامعات باختصار ووضوح شديد هي ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات. وجود المجلس الأعلى للجامعات هو الذي أفقد الجامعات حريتها واستقلاليتها، وأصبحت الجامعات تشبه المدارس، تتلقى تعليمات. تخيل حضرتك لما يجي المجلس الأعلى للجامعات ويصدر قرار بتمرير مقرر معين على كل الجامعات وفي كل الأوقات اللي هو ICDL، رغم من أهميته، لكن لا يجوز المجلس الأعلى للجامعات، هو يفترض أنه مجلس تنسيقي ومجلس إشرافي ولا يتدخل في الشؤون الداخلية. حضرتك تتحدث عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات المقصودة هي الجامعات الحكومية، لأن هناك مجلس آخر للجامعات العامة، هو مجلس للجامعات العامة وهناك مجلس للجامعات الخاصة، وحيكون نفس الشيء برضو. هنجعل من الجامعات الخاصة مدارس يديرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. يعني إذن هو يتدخل في إدارة الجامعة ولا يقف عند حدود الدور التنسيق. بالتأكيد يا فندم، في موضوع التنسيق، في موضوع تدخلات في مقررات، في تدخلات إدارية، تدخلات في التمويل. ويرأسه وزير التعليم العالي وعضو السلطة التنفيذية وغير دستوري. أعتقد دي المشكلة الجوهرية الحقيقة فيما يتعلق بالجامعة. نعم. بعد الفاصل سأعود إلى حضرتك دكتور محمد. يبقى حركات التلفزيون أنا أقول لحضرتك بعد الفاصل رجع لك على طول، بس أنا فعلا هرجع لحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. خليك يا دكتور. سنعود للدكتور محمد والدكتور خالد والدكتور حسن لمواصلة النقاش حول أحوال الجامعات المصرية ومحاولة الوصول إلى روشتة علاج، حتى ولو روشتة علاج أولية، وتحديد الجهات التي تخاطبها روشتة العلاج: السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير التعليم العالي، مجلس الأعلى للجامعات، اتحادات الطلاب، الإدارات الجامعية، كل هذه الأمور. الشعب كما أشار الدكتور خالد، الملكية العامة للشعب على الجامعة المصرية، التمويل، البنية التحتية التي نفتقر إليها، كل هذه الأمور بعد الفاصل.